أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور حالة نفسية تجعل الإنسان يعتمد على ما عنده من طاقة، من قدرة، من إمكانات، ويغفل عن أن الطاقة والقدرة والإمكانات من الممكن أن تتغير اليوم أو غدا. هذه الغفلة عن إمكان التغير هذه الإمكانات، هذه لازمها الغرور، أو ملازم الغرور لها. والغرور خسارة الدنيا والآخرة. المغرور حتى لو كان من أهل الدنيا يخسر دنيا، ولو كان من أهل الآخرة فواضح أن المغرور يخسر الآخرة. والقرآن الكريم في آيات عديدة أكد على هذا المعنى، وحذر للمؤمنين والمسلمين فقط، بل حذر البشر وحذر الناس جميعا من الغرور. وهذه الآية الكريمة التي تلوتها في مفتتحها الخطاب للناس: يا أيها الناس، إلى أن يقول الله تعالى يخاطب جميع البشر ويقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعني الشهوات، يعني الدنيا. كل إنسان يعيش في هذه الحياة التي هي حياة دانية ودنية في نفس الوقت. الشهوات تبعث على الغرور، ولكن الإنسان بعقله وتأمله وتفكره ويحاول أن يلقن نفسه حتى الشهوات لا توجب الغرور له. والغرور حيث يقول الله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يعني الشيطان، لأنه من مصائده الغرور، وأنه يغر الناس كثيرا. الشيطان يوجب الغرور للناس. الاعتماد على النفس شيء، والاغترار بالنفس شيء آخر. الاعتماد على النفس فضيلة، مقابل أن الإنسان يكون ضعيفا في نفسه بالنسبة للإمكانات المتواجدة عنده. ف
فلا يستفيد منها. ضعف النفس مقابل الغرور ذاك أيضا غير صحيح. والصحيح أن يكون الإنسان معتمدا على نفسه غير مغرور وغير مغتر بهذه النفس. الشباب مما يوجب الغرور للإنسان، لأنه الشباب مبعث قوة ومبعث قدرة ومبعث طاقة ومبعث إمكانات، والمال يوجب الغرور للإنسان، لأن المال طاقة قدرة إمكانات. العلم يوجب الغرور للإنسان، الإنسان الذي له علم وبمقدار علمه مستغني عن الآخرين، هذه الحالة النفسية تنطبق مع العلم، فهذا العلم بدل أن يكون مفيدا ومنجيا للعالم يكون مضرا ومهلكا له بسبب اغتراره بعلمه. الرياسة والحكم والحكومة طاقة إمكانات قدرة، هذه توجب الغرور للإنسان. الجمال يوجب الغرور للإنسان. كل شيء له يوجب القدرة للإنسان وإمكانات، هذا يوجب الغرور للإنسان. والإنسان إذا اغتر وتصور أن هذا الطاقة، هذه القدرة، هذه الإمكانات تكون باقية له إلى الأبد أو إلى آخر العمر أو إلى كذا فترة من الزمن، هذه الحالة توجب السقوط للإنسان. العلماء المغرورون لا يوفقون، والمثرون المغرورون لا يوفقون، والشباب المغرورون لا يوفقون، وأصحاب الجمال المغرورون لا يوفقون. الغرور يوجب السقوط للإنسان. ولذا يقول الله تعالى في آيات عديدة، وهذه الآية: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الإنسان في الحياة الدنيا في أي مجال له قدرة وطاقة، الدنيا في ذلك المجال لا توجب الغرور له حتى ينتهي إلى السقوط وينتهي إلى سلب الموفقية عنه. وهكذا من داخل الإنسان، ومن الخارج الشيطان. الشيطان يوسوس ويوسوس في نفس الإنسان حتى يغتر هذا الإنسان بما منحه الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يستفيد مما منحه الله يكون ما منحه الله وبالا عليه وموجبا لسقوطه. والتاريخ مليء بهذه القصص، أمثال هذه القصص. فرعون ما صار فرعون إلا بالغرور، وشداد ونمرود ما صار إلا بالغرور، معاوية بالغرور صار معاوية، وهارون بالغرور صار هارون، والمتوكل بالغرور صار متوكل، والحكام الظالمون بالغرور صاروا ظالمين، وأصحاب الأموال الذين صارت أموالهم وبالا عليهم في الدنيا والآخرة بالغرور صاروا هكذا. وهكذا الشباب الذين اغتروا بشبابهم، الشباب بدل أن يكون نافعا لهم كان مضرا لهم في الدنيا والآخرة، وجرهم في الدنيا إلى ويلات وفي الآخرة إلى
عذاب أليم والعياذ بالله. ويذكرون في المثل أن السلحفاة مع أرنب، السلحفاة لا تستطيع السير بسرعة والأرنب يستطيع السير بسرعة. هناك في الأمثال يذكرون أن السلحفاة مع أرنب قرر المسابقة على الوصول إلى مسافة عند شجرة معينة. السلحفاة بدأ يسير ببطء لأنه لا تستطيع أن السير بسرعة، فصارت تسير هوينا هوينا وببطء، ولكن الأرنب لأنه يستطيع أن يسرع في المشي، هذا استطاعته على السرعة في المشي جعلته مغرورا، ولذا جعل يلعب ولا يسير مع السلحفاة، لأنه فكر أنني خلال لحظات مهما تقدمت السلحفاة علي أستطيع أن أصل إلى السلحفاة وأسبق السلحفاة. وهكذا كان مشغولا الأرنب باللعب، وذات مرة التفت انتبه إلى أن السلحفاة فازت في هذه المسابقة ووصلت إلى الشجرة المعينة والأرنب مشغول باللعب. غروره، هذا مثال غرور الأرنب بأنه يستطيع أن يسبق السلحفاة ولو كانت السلحفاة متقدمة عليه، هذا الغرور أغفله عن أن يسبق السلحفاة مع أنه كان يمكنه في لحظات أن يسبق السلحفاة. يعني هذا الحيوان البطيء بمواصلته السير وعدم الاغترار وصل، والحيوان السريع وهو الأرنب بغروره لم يصل. وينقل أيضا أحد أبطال المصارعة تصارع مع بطل وصرعه، ومع بطل ثاني وصرعه، ومع بطل ثالث وصرعه، وكلما صارع مع بعض الأبطال صرعهم، فاغتر، رفع هذا البطل طرفه إلى السماء، قال: إلهي، أبطال الأرض انتهوا وأنا صرعتهم، فابعث لي بطلا من أبطالك من السماء حتى أرى هل يصرعني أم أصرعه. متبخترا مغترا ذكر ذلك. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بعباده، ولا يعتني غالبا بهذه الخطابات من العبيد المغرورين، ولكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يختبر هذا العبد ليري للآخرين أيضا أن نتيجة الغرور ماذا تكون. لما هذا الرجل البطل الذي صرع الأبطال اغتر ببطولته وقدرته البدنية في أن يصرع الأبطال، هذا نتيجة للغرور، خاطب الله تعالى بهذا الخطاب. الله سبحانه وتعالى سلط عليه الحمى، ابتلي في اللحظة بالحمى واشتدت الحمى عليه واشتدت حتى صار من الضعف بحيث يحرك جفنه بتعب ويفتح عينيه ويغمضهما بالجهد. في هذه الحال كان لا يستطيع أن يحرك بدنه من شدة الضعف من الحمى الشديدة، فالتفت إلى أن
إصبع رجله تألمت، فتح عينيه وإذا بجرذ. تصور هذا الجرذ الحيوان الذي هو كثير الخوف، تصور أن هذا ميت، فجعل يقرض بأسنانه إصبع هذا الرجل. هذا الرجل أراد أن يسحب رجله، ولو كان يسحب رجله كان الجرذ يخاف ويشرد ويتولى ويذهب، لكنه من شدة الضعف لم يستطع أن يحرك رجله، أراد أن يحرك يده حتى الجرذ يخاف، لم يستطع. أراد أن يصيح، لم يكن عنده في تلك اللحظة أحد، لم يستطع من الصياح. الله سبحانه وتعالى بهذا الجرذ أرسل إلى هذا الشخص رسالة معناها أن الإنسان المغتر وهو بطل ويصرع الأبطال هذا يعجز خلال حمى يبتلي بها، يعجز عن أن يصرف عن نفسه هذا الحيوان الذي يخاف كثيرا من أي حركة ومن أي صوت. هذا نتيجة الغرور. هذا الخطاب للناس كل البشر: أيها الشباب لا تغتروا بشبابكم، أيها المثرون لا تغتروا بأموالكم، أيها الحكام لا تغتروا بحكوماتكم، أيها العلماء لا تغتروا بعلمكم، أصحاب الجمال من الرجال والنساء لا تغتروا بجمالكم، فإن الغرور يجر الإنسان إلى خسارته دنياه وإلى خسارته آخرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل حال من الغرور، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.